اليوم احنا بنودي الويسة اللي هي قطوتي لوسي، انا مدلعتها الويسة، الحين بنروح نسبحها وجبناها مع القفص، لان لما وديناها عند خاتمي بنو فاميلي لا تشوفون صوت فينا، فجبناها بالقفص ورايحين. واستمتعوا، راح اوريكم من اولها لاخرها حلاوة. ها لوسي، شوفي الحلاوة. لا لا لا، شوف هي ما اكل حلاوة. لا 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 نور، تعال سلوك، تعال هنا عشان اوكلها. كرانتك طق قطوة، انا اسمي قطوة. من وين؟ هذا مره وايد حلاوه، خلاص بس ما تبي، بس يلا طيب يلا. شنو فيج الوسع؟ فيج هات، في جهاز على التليفون نزلونه تتكلمين مع القطوه، مثلا شلونش بالقطوه، مثلا شيء ترد عليك. إيه هذا وين الجهاز؟ ما أدري، في واحد يجي يقالها بس ما أدري منه. شنو؟ تزعل. شو شو ما شاء الله، هذه القطوة نوعها ذكية حيل. ذكية، تعرف تبطل البيبان، تعرف تجي تطق الباب، توقف على ريل وحدة. موري الوحده يعني توقف، شي توقف تحزينها توقف. اذا تبي تاكل تروح تنادي نور وتمشي قدامها، يعني توديها لي عند مكان الاكل. هي ليش تلحقني؟ يعني نشوف الحقيني، انا بروح اكل. اي يعني تعالي حطي لي الاكل، اكل خلص. اي صح. شنو الويسه؟ الويسه الويسه هجي من كتب ساكل. بعدين لا تقولي لي انا هات من الحين. كاهي قطوة هي ثقيلة والقفص ثقيل. هذا اللي رغقنا بيت زون. بيت زون. بيت هذا كرت اللي سبحناها اول مرة فيه. هاي هاو ار يو؟ هنشوف قطوتنا اي ملمس عرفنا انها فاهمة. We want to wash her, clean her, change her. So what's gonna be the haircut now? You want the haircut? Yeah. Okay, so. شو بدك تسوي شعرها؟ ايه شيل هذا الزايد معي. طبعا الحين ما يصير ينقصونها. ما يصير تتسبح، لأن باجي لها أسبوعين وتولد، فطبيا ما يصير يمسكونها وينظفونها. أسبوعين يعني كم يوم؟ يعني أسبوعين.
ما تعرفين؟ 14 يوم تقريبا وتولد. فتقريبا بس بنسوي هذا الدق لدخ. فبس تقريبا بنفولها. يا اوكي. تعالي نصور من تحت. فبس تقريبا بينظفونها تنظيف خارجي عادي لانها حامل، ما يصير يغسلونها يسبحونها. بس اهم شيء يعني انه يصير في عناية اسبوعية حق القطوة، خاصة الشعر اللي يتطشر بكل مكان. وين شيت؟ وين قطوتنا؟ الويسة وين الويسة؟ الكلب لا يشوف القطوة. لا لا في ناس اخر. إذا ما يصير بين قطوة ناخذ شلفة. أنا مو راضي على قطوة الدوغ، ما يصير. خايفة. قالت تشوفي لها عناية خاصة لأنها حامل. خفينا 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 خفينا. طبعا نشكر بيت زون على عنايتهم بالحيوانات، يعطيهم ألف عافية. شافتني بوسي بوسي. خلصنا وظافرها والحين قاعد يسوون ادونها. بوسي راح يقصون شعرها؟ لا ما يقدرون. خلاص علقين شعرها قاتل. ما نقدر نسوي شيء لأنها حامل. صدقيني لو مو حامل راح أخليها قرعة. شوف هو خايف يدري إنه بيروح يتسبح صح؟ ها نور شو يرجف؟ يرجف خايف يدري انه بيتسبح. قطعة حق دور هذا بس بسرعة حقي. حط حمام مع قطوة. لا لا حمام. تهاوشون تهاوشون. دوغ مع كات ما يصير. خلنا الصغر. أنا لها مثل هذا شي حبل وهذا الوايبس حقها وهذا حاجة شي جديد. وهذا بعد مثل هذا. عادي احط لها الحين هذا؟ لو ما بطلع وين؟ شلون معها لعبة؟ أكل؟ هذه ليش احط لها؟ كذي اخليها تمشي، كذي اخليها واقفة يمي ما تقدر تروح بعيد. قاعد تسوي تروح؟ راح اسوي اسم حقها بالهارت اللي هو القلب، راح اكتب لوسي. اخترت نوعية القلب هني. وأي تعالي شوفي أي خط أكتب. هذا حلو؟ فور. I want four. Four. Yes. طبعا حطينا لها اسم بس ما يبين، ما أدري إذا واضح عندكم ولا لا. ماشي. حطيناها لوسي مكتوب على قلب وردي. 14 يوم وتولد.